السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البخيل مظلوم. البخيل مظلوم حرم نفسه من متعة الدنيا عندما حرم نفسه من الدنيا، وحرم نفسه من متعة الآخرة عندما أغضب ربه. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي أي الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل قريب من النار، بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظلوم، فالبخل صفة تخفي كل حسنات صاحبها، والكرم صفة تخفي كل سيئات صاحبها. الكريم لا ترى سيئاته مهما كانت، الكرم يخفيها. والبخيل لا ترى حسناته مهما كانت، فالبخل يخفيها. البخيل إذا فقد المال مات بالحسرة، لأن حياته في ماله. أما الكريم إذا فقد المال فلا يهتم ولا يضام أبدا. البخيل يتمنى أبنائه موته، والكريم يتمنى أبنائه حياته. البخيل إذا استغاث لا يغاث، أما الكريم إذا استغاث وجد كل الناس. البخيل عدو الناس عدو الله، الكريم حبيب الناس حبيب الله. البخيل إذا ضاقت عليه الدنيا لا يحصد من الناس إلا الشماتة، أما الكريم إذا ضاقت عليه الدنيا فلا يضام أبدا. البخيل مكروه في بيته، مكروه في سفره، الكريم محبوب في بيته، محبوب في سفره. خيرا كفاك أيها الكريم شرفا أن اسمك من أسماء الله الحسنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.